الهواء. منذ زمن عاش الأربعة عناصر في انسجام، ثم تغير كل شيء حين هاجمت عشيرة النار. فقد الأفاتار سيد الأربعة عناصر يمكنه إيقافهم، لكن حين احتاجه العالم اختفى. مرت 100 عام واكتشفت مع أخي الأفاتار الجديد مسخر هواء يدعى آنغ، ورغم أن مهاراته لتسخير الهواء رائعة يحتاج تعلم الكثير قبل أن ينقذ أي أحد، لكني أصدق أن آنغ سينقذ العالم.